المحررات التنفيذية، ننتقل بعدها إلى إجراءات التنفيذ. بالنسبة للمحررات التنفيذية، نتناول بها شروط المحررات التنفيذية وأنواعها. شروط الحق اللي يتضمن المحرر وأنواع المحررات. هسه ما هي الشروط الواجب توفرها في الحق اللي يتضمن المحرر التنفيذي؟ شروط الحق محل التنفيذ، أولا أن يكون معلوم، نعم، أن يكون مستحق التنفيذ، نعم، أن يكون غير مخالف للنظام العام والآداب. نعم، إذا هناك ثلاث شروط حددتها المادة 13 من قانون التنفيذ النافذ، اللي هي يجب أن يكون معلوما، مستحق الأهداف، وغير معلق على شرط. كملوها، أكو فقرة عندكم نقص، وغير معلق على شرط ضمن الفقرة. أما الثالثة فيجب أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة. أن يكون معلوما. عليكم السلام. شو متأخر صار اليوم؟ مصابر طالب. إن شاء الله. مستحق الأداء. الثانية مستحق الأداء. غير معلق على شرط. وتكملوها غير معلق على شرط. أو مخالف إلى والثالثة غير مخالف. غير مخالف للنظام العام والآداب العامة. هسه ما معنى أن يكون الحق معلوما؟ ما معنى أن يكون الحق معلوما؟ أن يكون الحق معلوما، أن يكون محدد، أما بالوزن، بالقياس، نعم، بالحجم، نعم. وإذا كان يعني مثلا يكون الجدار يجب أن يتحدد متعين، يعني وجود الشيء لا يكفي فقط، نعم، وإنما يجب تحديده، نعم، وتعيينه. إذا وجود الحق لا يكفي في حد ذاته، بل يجب تعيينه، عدد أو وزن أو مقدار أو غير ذلك. بالنسبة لأهمية التحديد أو كل معين، للمدينة إنفاد إجراءات التنفيذ الإجباري إذا قام بالتنفيذ الاختياري خلال مدة الإجبارية، ويعرف ما هو مطلوب منه. أما الشرط الثاني أن يكون مستحق الأداء وغير معلق على شرط، ما معنى أن يكون مستحق الأداء وغير معلق على شرط؟ أن يكون يعني حان وقت الأداء، نعم، في الوقت المناسب، وأن يكون غير معلق على شرط ولا مؤجل، لأنه لا يجوز تنفيذ أشياء معلق على شرط في الوقت إلا أن يتحقق الشرط أو يأتي وقت الأداء. زين، ماذا لو تم قبول السند من قبل مديرية التنفيذ لتنفيذه بالرغم من عدم استحقاق ميعاده؟ لا تم قبوله، تم قبوله من قبل مديرية التنفيذ. قبوله تم، بس تم قبول طلب التنفيذ من قبل المديرية في حين انه غير مستحق الأداء. ما الحكم؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ ينتظر الوقت على ذلك بطلان الإجراءات. نعم، أحسن، بطلان جميع الإجراءات التنفيذية. الشرط الثالث يجب أن يكون التنفيذ على محل، يجب أن يكون محل التنفيذ غير مخالف لنظام الأهداف، قد يكون دين عن مخدرات أو عن أمور أخرى، نعم، غير منافية لهذا. إذا الشرط الثالث يجب أن لا يكون الحق مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، وهذا ما تشترطه القواعد العامة في القانون المدني العراقي. يجب أن يكون محل الحق مشروعا ومعلوما وكذلك غير مخالف للنظام العام والآداب العامة. كان يكون مبلغ الدين كتجارة المخدرات أو تجارة الرقيق أو ما شابه ذلك، فعلى مديرية التنفيذ هنا أن تطلب التنفيذ.
انتهينا الآن من شروط الحق محل التنفيذ. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي ما هي الفقرة الثانية؟ المحررات التنفيذية. من يعدد المحررات التنفيذية؟ وفي أي مادة من مواد القانون واردت؟ كان اول نوع من الاوراق التجاريه القابله للتداول ولت بالقانون الاوراق التجاريه مذكوره. نعم مذكوره حتى على العناصر الشكليه والموضوعيه. وين مذكوره؟ الاوراق التجاريه. ما مذكوره ضمن قانون التنفيذ؟ نعم مذكوره. نعم 6 سنه 1984 مذكوره بالماده 91. الانواع في اي ماده وردت ضمن قانون التنفيذ؟ الحواله التجاريه. هسه عندنا الشروط الحق موجودة ضمن المادة 13 من قانون التنفيذ. المحررات كأن تكون أوراق تجارية أو تكون سندات أو حق شخصي. كفالة مثبتة لحق عيني وكفالة الواقع أمام المنفذ العدل وثيقة دار تسجيل عقاري. ذكرت المادة أستاذ سندات 39 تسجيل العقاري الحجة الشرعية وقرارات والأوامر التي يمنحها القانون قوة التنفيذ. وأخيرا ما هو أخيرا؟ أحكام المحكمين. أحكام المحكمين في أي مادة وردت المحررات التنفيذية؟ 39 من؟ 39 من قانون شو أنا أقول؟ 39 أنا أقول مو 39. هذا قانون ست المادة 39 من قانون 6 سنة 1984. المادة 14 من قانون 6/4. مادة 14. نعم. من قانون 6/4. من قانون التنفيذ. المادة 14 من قانون التنفيذ. تسلسل الشروط وردت في المادة 13، الأنواع جاءت في المادة 14. ناخذ النوع الأول الأوراق التجارية. من يتحدث عن الأوراق التجارية باعتبارها أحد السندات الواردة في المادة 14 من قانون التنفيذ؟ ماذا تعرف الأوراق التجارية؟ عندكم مادة محررة على اسمها الأوراق التجارية. نعم. الأوراق التجارية تتعلق بالسبتجة والكوبريالة والصيد. ماشي؟ أكيد عرفت الأوراق التجارية مقدمة الكتاب الموجود بالأوراق الأولى. وهي ورقة ذات صيغة شكلية معينة. نعم. حددها القانون. يكون فيها يتعهد فيها شخص يسمى السعر. يسمى السعر. نعم. بأن يدفع مبلغ من العقود إلى شخص آخر يسمى المستفيد. يسمى المستفيد متحرر من قبل شخص آخر يسمى المسحوب عليه، وتكون قابلة للتداول بالتظهير أو بالمناولة اليدوية. مناولة يدوية. إذا الورقة التجارية عبارة عن محرر شكلي يصدر وفق شروط حددها القانون، واضح؟ يأمر أو يتعهد حسب طبيعة الورقة التجارية، يأمر أو يتعهد بمقتضى شخص بإداء مبلغ معين إلى شخص آخر وهو المستفيد. اللي يهمنا هل تعد الورقة التجارية أحد سندات التنفيذ أم لا؟ هل تعد الورقة التجارية أحد سندات التنفيذ أم لا؟ نعم تعد الورقة التجارية من سندات التنفيذ المتمثلة بثلاثة أنواع.
وهي الحوالة التجارية السرتجة وسند الأمر الكمبيالة والشيك أوصك. نعم. وتكون هاي إذا منح القانون قوة واعتبار سند تنفيذي من دون الحصول على حكم من القضاء، والحكمة والعلة في ذلك هي من أجل قلة الإقبال أو الزخم أو الضغط على المحاكم، وكذلك التوفير قلة المصاريف والجهد والوقت. واضح؟ والثقة الممنوحة بها. هل جميع الأوراق التجارية تكون قابلة للترتيب؟ أم توجد استثناءات معينة؟ يوجد استثناءين. نعم. إذا اعترض المدين هذا يعتبر استثناء، لازم نرجع للمحاكم ما تكتب قوة التنفيذ. نعم. وإذا كان الدين مظهر يجب أن نرجع للمحاكم، العفو المدين يجب أن نرجع للمحاكم ولا تكون فيها قوة التنفيذ. نعم، إذا لا تنفذ الورقة التجارية، إذا اعترض المدين خلال الوقت المحدد قانونا، أو إذا كان المدين فيها مظاهرا، شنو مظاهرا؟ ظهر متنازل عن حقه بوجه الورقة. نعم. السندات المثبتة لدين أو حق شخصي. ما المقصود بها؟ تعد السندات المثبتة لدين أو حق شخصي أحد سندات التنفيذ بموجب المادة 14، ولكن يشترط فيها أن لا يكون المدين فيها كفيلا غير متضامن. أما إذا كان كفيلا متضامن، ما الفرق بين المتضامن وغير المتضامن؟ المتضامن يضمن للشخص بإداء مثلاً المبلغ، يمكن الرجوع عليه في حالة عدم قيام المدين بزيادة المبلغ قبل ما يصير رجوع المدين أصلاً. المتضامن يمكن الرجوع عليه بحالتين، سواء تم الرجوع على المدين أم لا، هذا على خلاف غير المتضامن. وفي جميع الأحوال فيما يتعلق بالتنفيذ هاي الفقرة يجب الرجوع إلى المدين الأصلي قبل الرجوع إلى الكفيل للتأكد، لأن الدين يمكن أن يكون قد وفاه شخص المدين، أو قد يكون الدين انقضى بأحد طرق الانقضاء أو تنازل عنه أو سقط بالتقادم. فيما يتعلق بالفقرة الثالثة، سندات مثبتة لحق عيني، أيضا السندات المثبتة لحق عيني تنفذ بدون مراجعة لحكم قضائي، بس بشرط أن تأخذ الشكل القانوني لهذا المستند، مثل يجب أن يسجل في التسجيل العقاري ويكون الورقة مأخذة الشكل القانوني. إذا جميع الحقوق أو جميع التصرفات التي ترد على الحقوق العينية يجب أن تكون مسجلة لدى الجهة الرسمية وهي دائرة التسجيل العقاري حتى يعد السند صحيحا ومتوفرا في الشغل. الكفالة، ما المقصود بالكفالة؟ ضم ذمة إلى ذمة في الوفاء بالالتزام، هاي هي الكفالة. الكفالة المقصودة هنا ضمن المادة 14 هي الكفالة الواقعة أمام منفذ العدل. أما الكفالة الأخرى فلا تعد سندا تنفيذيا حتى إذا كانت واقعة أمام جهات رسمية. سندات التسجيل العقاري، شنو المقصود بها؟ أو وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري. قبل هاي العقود حكم يقول الكفيل يدفع الالتزام اللي عليه، فليس له الرجوع على المدين الا بقرار محكمه. هذا ما يتعلق بالكفاله، فقط بالكفاله الواقع امام المنفذ.
اللي تعد سندا تنفيذيا. يعني جنابك محترض على الكلام، غير تقول يفترض ان يرجع. لا هو بالكتاب يذكر يقول الكفيل، نعم، اذا سدد التزامه هو الكفيل يكفل المدين، نعم، امام الدائن، نعم، وبحضور او امام المنفذ العدل، نعم، فاستحق الاجر والمدين نفرض معسر او يعني ما دفع المستحقات عليه، فالكفيل هو ملزم قانونا يتحمل ما التزم به، فضاف ذمه له انت، فمن يعطي للدائن مو من حقه يرجع على المدين. نعم. يعني في النقطة أنا وفد عمر يقول مو من حقه يرجع المدين. ليس حسب الرأي الراجح، ليس من حق الكفيل إذا أوفى الدين إلى الدائن، ليس من حقه الرجوع المدين على المدين إلا بقرار المحكمة. حكم طبعي حكم المحكمة المختصة. سندات التسجيل العقاري أو الوثيقة الصادرة من دائرة التسجيل العقاري. تعرفون ما يتعلق بالراهن، قد يكون شخص راهن عقارة. عقار دين معين. إذا حل أجل الدين إلى ما هذا ما تقصد وثائق مال مثل شو اسمه الرهن سندات العقارية؟ لا لا لا. ها؟ السندات لابد فقط السند يعني. هذا شو اسمه؟ وثيقة. إيه. إذا حل الدين للرهن ولم يستطيع التسجيل تقوم دائرة التنفيذ ببيع الحق مال عليه الرهن. وتسديد المبلغ عليه، إذا ما كفى، إذا كفى المبلغ انتهت القضية وغلقت، أما إذا ما كفى المبلغ راح مدير الدائرة يوقع على سند أو وثيقة بباقي المبلغ. المقصود من هذه النقطة أنه هنالك شخص رهن عقاري لقاء دين معين. حل أجل الدين ولم يوفي. ولم يسدد. في هذه الحالة سيباع العقار المرهون. إن سد العقار المرهون مكان الدين فلا مشكلة في ذلك، لكن إذا لم يفي المبلغ مبلغ العقار بالدين. رئيس الدائرة. ومثال على ذلك شخص مدين ب 100 مليون دينار عراقي وبيع العقار ب 90 مليون دينار عراقي، المتبقي هي 10 مليون. هذا ال 10 مليون هو المقصود. تكون هنالك وثيقة بهذا ال 10 مليون صادرة من دائرة التسجيل العقاري وموقعا من قبل الرئيس رئيس دائرة التسجيل العقاري وتعد سندا تنفيذيا، اي لا حاجة للمدين هنا او للدائن هنا باصدار حكم من القضاء او باصدار او بسرعة حكم من القضاء. تعد سندا تنفيذيا. ما يتعلق بالحجج الشرعية، ما المقصود بالحجج الشرعية؟ سلام بالنسبة للتسجيل العقاري قوم بالعملية من ذاتها يعني لو طلب معين بعد بيع العقار هي تقوم بعملية بيع العقار فلديها هي تتكلم بعملية بيع العقار. بيع العقار يعني من يحل الأجل مال الرهن رأسا هي تبيع يجي أمر من التنفيذ. لا هو شو الأمر؟ جهة خاصة وفي كل الأحوال حتى مديرية التنفيذ ما تنفذ مسألة معينة أو سند معين إلا بناء على طلب من الشخص الدائن. إلا بناء على طلب من الشخص الدائن. دكتور إذا كان مثلا قيمة العقار سعرها أعلى من الوثيقة. يرد الباقي إلى الشخص الدائن. يرد الباقي إلى السند. بالنسبة للنقص اللي بالمبلغ. نعم. بعد ماكو داعي يقدم هو من نعم بعد أن يباع. المبلغ المتبقي كدين في ذمة المدين تحرر به وثيقة. وثيقة مو طلب رسمي. لا تحرر به وثيقة. بناء على طلب الشخص أكيد بناء على طلب الشخص نعم تحرر به وثيقة بناء على طلب الشخص. أما الحجج الشرعية ما المقصود بالحجج الشرعية؟ في وثيقة الزيارة كل الأحوال الشخصية تكون موقعة من قبل القاضي يأمر بموجبها يعني من أجل أخبار أو منع أبين. الحجج الشرعية نوعين منها تنضم الفقرة الحكومية نعم تكون خالية من الفقرة الحكومية نعم. الأولى تعتبر سنة تنفيذي والثانية لا تعتبر سنة تنفيذي إلا بحالتين إذا كانت حجة الزواج مصدقة بصورة أصولية ما لم يختلف عليها يعني إذا كان شابه تزوير إذا اعترض عليه أحد الأطراف مثل سنة تنفيذي والثانية إذا كانت بإقرار دين نعم. بعد من يحكينا على الحجج الشرعية
الشرعية، هي وثيقة تصدر من محكمة الأحوال الشخصية ويوقع عليها القاضي. والحجة الشرعية تكون على نوعين، بعضها يتضمن فقرة حكمية والبعض الآخر لا يتضمن فقرة حكمية. اللي ينفذ واللي مقصود في موضوعنا هو الحجة اللي تتضمن فقرة حكمية، ولكن مع ذلك هنالك حالات لا تتضمن أو لا تقع ضمن الحجج المتضمنة فقرة حكمية لكن مع ذلك تنفذ. ما هي هذه الحالات؟ حجة الزواج المسجلة والإقرار المتضمن دين. نعم. تظن ينفذ باستثناء من المحرات اللي ما فيها فقرة حكمية. نعم. هذه تعتبر استثناءات على الحجة غير المتضمنة لفقرة حكمية. اللي بعد القرارات والأوامر التي يمنحها القانون قوة التنفيذ. هسه القرارات والأوامر التي يمنحها القانون قوة التنفيذ. يعني القرارات اللي منحها قانون قوة التنفيذ أو أي قانون آخر هو مثل من أمثال يعني قانون أو قرار اسمه منفذ العدل وقانون التعويض أو قرار التعويض أو القرامة وقرارات المحاكم المستعجلة أو القضايا المستعجلة. نعم نعم. إذا هنالك أمثلة القرارات والأوامر، أي قرار أو أمر يمنحه القانون قوة في التنفيذ يعد تنفيذ من ضمن المحررات التنفيذية. أعطيكم أمثلة عليها، مجرد أمثلة. ما يتعلق بالقرار الصادر من المنفذ العدل بتضمين المشتري الناكل، بتضمين المشتري الناكل. تعرفون شنو المشتري الناكل؟ بين البدلين. نعم جيد. الفرق فرق البدلين يضم علما إلى الشخص المشتري الناكل. مثال ثاني ما يتعلق بتحصيل الغرامات من الأحداث، وكذلك ثالثا ما يتعلق بالقضاء المستعجل والأوامر على العرائض، أيضا اعتبرها القانون سندات أو محررات تنفيذية. أخيرا عندنا أحكام المحكمين. أحكام المحكمين، ما المقصود بأحكام المحكمين؟ ما المقصود بأحكام المحكمين؟ وأستاذ بالفقرة أو المادة 251 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز الاتفاق للخصوم أن يتحاكمون إلى محكمين في نزاع معين أو موضوع مسألة معينة، وتعتبر قرارات المحكمين ملزمة للطرفين فتعتبر قوتها التنفيذية كالمحرات البقية. نعم. أشار قانون المرافعات المدنية العراقي إلى حرية الأطراف باللجوء إلى التحكيم، والتحكيم باختصار هو اتفاق الأطراف على إحالة نزاعهما إلى شخص أو أشخاص محكمين أو مؤسسة تحكيمية لحل النزاع فيما بينهم. المقصود هنا هو الحكم اللي تصدره هذه المؤسسة أو هؤلاء الأطراف المحكمين أو المحكم الفرد له قوة. نعم له قوة التنفيذ بشرط أن صادق عليه محكمة، صادق عليه في العراق من قبل محكمة مختصة ألا وهي محكمة البدائع، حددناها في محاضرة سابقة. هو اختياري، لازم يكون هم قابلين طرفين قابلين دول المحكمين. نعم نعم بغلط الأطراف واختياري. حالياً انتهينا من موضوع المحررات التنفيذية، تناولنا الشروط في المادة 13 وتناولنا أنواع المحررات في المادة 14. ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها. ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها. ما هي الفقرة؟ ننتقل إلى إجراءات التنفيذ. راح نتناول من إجراءات التنفيذ معنى التنفيذ وأنواعه. وأيضا طلب التنفيذ وآثاره.
معنى التنفيذ والمعنى المقصود بالتنفيذ. ما المقصود بالتنفيذ؟ هو الوفاء بالالتزام قبل منه. التنفيذ يكون على انواع، من رضائي او اختياري وجبري، التنفيذ العيني وبالمقصود. هل يوجد فرق بين التنفيذ الرباعي والتنفيذ الاختياري؟ هل يوجد فرق بين التنفيذ الرباعي والتنفيذ الاختياري؟ نعم. الرضائي قبل المهلة الاختيارية. الرضائي قبل المهلة الاختيارية. لو بالعكس خاطئ. بالعكس قبل المهلة وبعد المهلة. يعني الاختياري يكون قبل المهلة. نعم. والرضائي ضمن المهلة. إذا نقدر نقول إنه التنفيذ الاختياري يخرج عن نطاق موضوعنا. التنفيذ الاختياري يخرج باعتبار أن التنفيذ يكون ليس أمام مديرية التنفيذ ولا أمام جهة مختصة. سين مع صاد، هناك طلب معين يتم إيفاء الطلب وينتهي الأمر من دون اللجوء إلى أي جهة. ما يعني أنه هو التنفيذ الرضائي والتنفيذ الإجباري. التنفيذ الرضائي والتنفيذ الإجباري. الرضائي والإجباري. مين تحدثنا عن التنفيذ الرضائي؟ التنفيذ الرضائي. نعم. التنفيذ الرضائي هو التنفيذ اللي يقوم به الشخص بمحض إرادته وتحت إشراف مديريات التنفيذ. نعم. هذا إما أن يكون براء لذنته. نعم. وخوف أما لبراء لذنته أو خوفا من التنفيذ الإجباري عليه أو خوفا من الرسوم اللي تترتب على ذلك. والتنفيذ الرضائي يترتب عليه المكافأة إذا نفذ بمضاربه الفترة المحددة خلال سبعة أيام يعفى من الرسوم التنفيذ. نعم. إذا بالنسبة للشخص المحرم يعني دوائر الوزارة إذا نفذت قرار على التنفيذ يمكن أن تأخذ الرسم. نعم. بالنسبة للتحصيل. وهنا الأقرار وهنا الدولة أو القطاع العام. إذا التنفيذ الرضائي هو اللي يقوم به الشخص الذي بمحض إرادته، سواء كان بمحض إرادته فعلا أو خوفا من إجراءات التنفيذ الإجباري ضده. خوفا من الغرامات اللي تجي. نعم، وإذا ما نفذ الشخص المدين خلال المدة اللي حددتها إلى مديرية التنفيذ وهي سبعة أيام فسيعفى من رسم التحصيل، هذا كتشجيع أو تحفيز له. أما إذا كان المدين هو الدولة والقطاع العام فتكون المهلة 30 يوم. نعم، فتكون المهلة مدة 30 يوما نظرا للإجراءات المعقدة والروتين لدى الدولة أو مؤسساتها. أما التنفيذ الإجباري، التنفيذ الإجباري. نعم. إذا في حالة انتهاء المدة المحددة ومن تنفيذ الرضائي ولم ينفذ الشخص المدين فسينتقل إلى التنفيذ الإجباري. التنفيذ الإجباري الذي يكون جبرا على الشخص المدين من قبل السلطات العامة. وهذا التنفيذ أما أن يكون بمقابل أو أن يكون تنفيذا عينيا، أي أن ينفذ الشخص ويسلم ذات الشيء المطلوب منه. أما في حالة عدم الحصول على التنفيذ الرضائي لأسباب معينة فيتم اللجوء إلى التنفيذ، فيتم اللجوء إلى التنفيذ بمقابل، تنفيذ بمقابل عوضا عن التنفيذ العيني. أكو أنواع أخرى ضمن التنفيذ الإجباري؟ أنواع أخرى ضمن التنفيذ الإجباري؟ التنفيذ قد يكون فردي وقد يكون جماعي. التنفيذ فردي يكون من شخص دائم ومدين، لكن
التنفيذ الجماعي يكون في حالات معينة كما في حالة الإفلاس. سنتصفى جميع أموال المدين ويستوفي الدائنين أو حقوقهم من تلك الأموال التي تم تصفيتها. نعم، السؤال هنا، ماذا لو أراد الشخص المدين؟ ماذا لو أراد الشخص المدين إيقاف بيع أمواله في المزاد العلني بعد انتهاء مدة 7 أيام التي حددها المنفذ العدل؟ نعم، التي حددها المنفذ العدل. تفضل. إذا كان هناك موعد للتنفيذ على المدين، المدين يذهب إلى محل المزاد العلني. ويقوم بدفع الأقساط المترتبة عليه. نعم. هناك توقف عملية التنفيذ. بشرط أن يكون قبل 7 في اليوم، حتى لو في اليوم الأخير، يعني اليوم الأخير السابع يدفع القسط اللي المنفذ عليه. هذا أصبح تنفيذ إضاعي. السؤال يقول ماذا لو انتهت مدة 7 أيام؟ نعم، ماذا لو انتهت مدة 7 أيام؟ فهل يستطيع إيقاف إجراءات التنفيذ لو بدأت أم ماذا؟ سادة، إذا نفذ المدين يعني قام بالتنفيذ تتوقف إجراءات التنفيذ الإجبار، وهاي الحالة المدى حيعفى من رسم التحسين. نعم، إذا إحنا ذكرنا بالتنفيذ الاختيار هناك مدة 7 أيام، إذا نفذ ضمن 7 أيام كان تنفيذه اختياريا. بعد انتهاءها راح تبدأ غدة إجراءات التنفيذ الإجباري أو الجبري. تحجز أمواله وتحدد موعد للمزايدة. بهاي الحالة ما دام لم يتم البيع في المزاد العلني فعلا، يستطيع المدين إيقاف الإجراءات وإلغاء الحجز بشرط تنفيذ التزامه وضع مبلغ الدين ومصاريفه. مو لكل التنفيذ، مو لكل مبلغ الدين، يعني يكون هنا النية عندها انه يريد تسديد مثلا سد التسديد. لكن ما الفرق بين هذه الحالة وحالة التنفيذ الرضاعي؟ ساديتها قلنا يعني يخطى من رسم التحصين. نعم. بالتنفيذ الاجباري لا. نعم جيد. هنا على الرغم من انه نفذ التزامه، لكن وين؟ بعد ان بدات اجراءات التنفيذ الجبري ضده في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يحفى الرسوم التحصيل. دكتور، إذا قدم المدين كفيل ضامن، كفيل ضامن عن ماذا؟ كفيل ضامن عن الدين، ما الدين وما سلم وما دفع. إذا قبل الدار اعتبر نفذ. أي دار؟ يعني بس نقول إذا أنا جيت وقت التكفيل، بس ما عندي إمكانية يعني جبت كفيل ضامن وقبل بالدار، يعني هذا القانون شو يقول؟ في مجال. القانون شو يقول هنا؟ إنه بيجي ياخذ الكفيل على المدة 90 يوم. ماذا؟ عن شنو؟ مثلا إذا أستاذ اشترط إذا طلب هو مهلة، كفيل يطلب مهلة، طلب مهلة عن ماذا؟ ولا عن ماذا؟ مدة 7 أيام؟ نعم. قلنا لازم يكون عليه نوب تنفيذ إجباري. نعم. لما يكون تنفيذ إجباري عليه، اجى هو ما مسدد، اجى الكفيل عنه قال هاني كفيله اذا ما سدد، بس اعطوه مهله، يعطوه مهله. مهله؟ مهله للتسديد؟ مهله يعني هو اعتبر التسديد بكفاله، تعتبر مال، كفيل يعتبر مال. مهله للتسديد. كفيل يعتبر مال. يوجد مهله للتسديد. هو التسديد تسديد على شنو؟ صح. فتره 7 ايام اذا ما الا احنا قلنا الموضوع السابق. يصير تنفيذ إذا المدين ما طلب مهلة. نعم. بس إذا طلب مهلة القاضي يقول أنه فترة التجارة أكثر من 90 يوم. حضرتك صار عندك خلط فيما يتعلق بتخلية المأجور في محاضرة سابقة، ذاك المهلة تتعلق بتخلية المأجور.
عندك خلط بين محاضرة التخلية وبين محاضرة التنفيذ اليوم. هايدين يعني. حضرتك تتحدث عن التخلية. هايدين بس الدين هو كله كان هو قصد، دائما يكون تنفيذ قصد. كل دين تنفيذ ليس قصد على شكل أقصى. مو بالضرورة يكون على شكل أقصى. مو بالضرورة يكون على شكل أقصى. أكو حكم بأن يكون التنفيذ، إذا كان أكو حكم بأن يكون التنفيذ على شكل أقصى فهو كذلك. وانتهاء الفترة بعد. نعم. نعم إذا أصبح التنفيذ إجباري إجباري ضد أمانة بيع أموال بعد القرار مدة سنتين. نعم إلى حق. نعم بشرط. شنو بشرط؟ بشرط أن يقدم مبلغ الدين ومصاريفه. رسوم الدين. واضح؟ في هذه الحالة يتم إيقاف ورفع الحجز عنها. ننتقل بعدها الصارت واضحة لكم؟ واضح. ننتقل بعدها إلى طلب التنفيذ وآثاره. طلب التنفيذ وآثاره. من يتحدث لنا عن طلب التنفيذ وآثاره؟ إعادة الأستاذ مدير التنفيذ لا تشرع بالتنفيذ إلا بناء على طلب مقدم من الدائن. نعم. بطلب دينهم لشخص آخر، وهذا يكون بعريضة، قد يكون بعريضة أو قد يكون شفوي بتقديم سند تنفيذي أو تحريري للمديرية. نعم. إذا فيما يتعلق بطلب التنفيذ لم يشترط القانون صيغة معينة لهذا الطلب. نعم. قد يكون تحريرياً قد. نعم. قد يكون بمجرد وضع السند التنفيذي. نعم. لدى منفذ العدل. منفذ العدل. نعم. يعتبر إشعال بوجوب التنفيذ، لكن ما هي الآثار التي تترتب على طلب التنفيذ هذا؟ ما هي الآثار التي تترتب على طلب التنفيذ؟ سابقا مدة التراجم. نعم. إذا ما قدم طلب التنفيذ. نعم. قد تنتهي المدة، يقول سبع سنوات. نعم. تنتهي المدة. وبالنسبة لاستحقاق الفوائد أيضا مدة تأخيرية استحقاق الفوائد. تلتزم مديرية التنفيذ بالتنفيذ لفاعل طلب التنفيذ. إذا ما يتعلق بالآثار، ذلك عدة آثار يرتبها طلب التنفيذ المقدم من الدائن إلى مديرية التنفيذ، يتمثل بقطع التقادم، استحقاق الفوائد، وإلزام مديرية التنفيذ باتخاذ إجراءات تنفيذية معينة. ما هي تلك الإجراءات اللي الملزمة بها مديرية التنفيذ عن طريق هذا القرار؟ ما هي تلك الإجراءات؟ إذا تلتزم المديرية، هذا أحد الآثار، تلتزم المديرية بإحالة السند التنفيذي إلى الشعبة المختصة لتسجيله في السجل الأساس، هذا أولا. اثنين، على مديرية التنفيذ أن تتحقق هل إن السند قابل للتنفيذ فعلا أم لا؟ هل تتوفر فيه الشروط أم لا؟ واضح؟ الثالثة، وإذا ما تبين المديرية طبعاً أنه السند يقبل التنفيذ وتوفر فيه الشروط، عليها تبليغ مدين. عليها تبليغ الشخص المدين بالتنفيذ خلال المدة المحددة قانوناً، وهي سبعة. نعم جيد، سبعة أيام. بهيج حالة وبعد تبليغ الشخص بالتنفيذ خلال سبعة أيام، ما هي الفوائد التي يرتبها التنفيذ خلال سبعة أيام؟ ما هي الفوائد التي يرتبها التنفيذ؟ ما الحكمة من التنفيذ خلال السبعة أيام التنفيذ الرضائي؟ إحقاقهم رسوم التحصيل إذا قام بالتسديد خلال المدة والمهلة الإخبارية. للتنفيذ الرضائي فوائد عديدة. بالنسبه للمدين اذا قام خلال مده يعني الاخباريه مده التنفيذ. نعم. هنا يعفى من رسم التحصيل. نعم. بالنسبه للدائن يعني سهوله
بالنسبة للمدينة التنفيذ هنا تبتعد عن إجراء التنفيذ الإجباري. إذا الفوائد التنفيذ الاختياري اللي كره زميلكم تكون أما بالنسبة للداعم أو للمدينة أو إلى مديرية التنفيذ ذاته، هذه بالنسبة للفوائد. هسه وصلنا إلى تبليغ الشخص. مديرية التبليغ تقوم بتبليغ الشخص بأن يتولى التنفيذ خلال 7 أيام. ما هو الموقف الذي سيتخذه الشخص المدين هنا بعد تبليغه؟ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ. ما هو الموقف الذي سيتخذه هذا الشخص المدين؟ أما الإقرار ويبدأ بالتنفيذ. نعم. يا أما يكون التنفيذ رضائي ويعفى من الرسوم، يا أما يعترض خلال المدة المقررة، وإذا ما استطاع أن يعترض خلال المدة المقررة لقوة قاهرة أو ظرف طارئ، من حقه يعترض في يوم التحصيل. في يوم التحصيل. إذن الموقف اللي راح يتخذ المدين هنا، أما أن يتولى التنفيذ الرضائي خلال 7 أيام، هاي واحد، أو أن يقر بالدين كلا أو جزءا وينفذ عليه بمقدار ما أقر به، أو أن يرفض التنفيذ في هذه الحالة ويعترض على ذلك. يعترض على التنفيذ هنا. السؤال، هل إن اعتراض المدين على التنفيذ يوقف التنفيذ أم لا؟ اعتراض الشخص على التنفيذ يوقف التنفيذ أم لا؟ إذا كان في المدة المقررة يوقف التنفيذ. نعم؟ إذا كان في المدة المقررة يوقف التنفيذ. هذا أسباب قائمة. إذا نوقف المدين أو أنكر الدين، وهناك مثلا كان معترف جزء من عنده، فيسدد المعترف به والتنفيذ يتأخر لحين الفصل بالواقع. هاي تتحدث عن مسألة ثانية. الاعتراف. تتحدث عن الاعتراف. مسألة ثانية. نعم جيد، هذا الجواب هنا المضبوط. إنه اعتراض هنا لا يوقف التنفيذ، وإنما تسريع إجراءات التنفيذ، ولكن إذا كان الدين يعود للدولة أو القطاع العام في حالة إذا كان المدين يؤخر، لكن ممكن أن ينتهي هذا بشرطين، ما هي الشروط؟ لا نعرف السبب، اسمعني. الاعتراض يقول قد يتضمن إنكار كل الحق أو قسم منه في هذه الحالة، يقارن منافذ هذا باب التربية. باب التسجيل بالنسبة قسم خاص. قسم خاص بماذا؟ قسم المعترض عليك. قسم المعترض عليك، أنا أقول إذا كان الاعتراض على قسم سؤالي مو لا هو لا ما تقول شو قالت إذا خاص بأموال الدولة يكون الاعتراض. نعم. سيقول لا ممكن الاعتراض والمنافذ العام يقسم. سؤال مو هذا، أي اعتراض من قبل الشخص المدين على إجراءات تنفيذية يوقفها ولا ما يوقفها؟ سؤال هسه عام على المقامرة. نعم، إذا كانت أموال شخصية يوقف تسر إجراءات. نعم. إذا كانت أموال دولة تتوقف الإجراءات. توقف. نعم. إلا إذا قدم كفالة عينية ومصرفية عقارية ومصرفية. نعم. أو إذا وضع مبلغ الدين ومصاريف لدى المديرية. لكن مع ذلك خلال 7 أيام، إذا انقضت مدة 7 أيام وسرت إجراءات التنفيذ الإجباري بحق المدين، بهيج حالة يمكن للمدين أن يحتج بقوة قاهرة، لأنه لن يستطيع خلال 7 أيام التنفيذ بوجود قوة قاهرة، وبهيج حالة الأمر يرجع من إلى المنفذ العادل اللي بت فيه للقبول أو الرفض. يعني هذا دعوة على الشخص معنوي، يعني دار على دار. شخص؟ لا مو ضروري يكون شخص معنوي، حتى قد يكون شخص معنوي أو طبيعي.